السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عواش المباركة، ونتمنى من الله اللي يدخل عنا شهر رمضان بالصحة والسلامة والهنا يا رب العالمين. غبرت عليكم شوية ولكن هاني دابا جيت إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير معكم الحريرة بالتقموميكس كما كتشوفوا بالنسبة للمبتدئات، وهنتم غتابعوا معايا تل آخر الفيديو. كما كتشوفوا اليوم غادي نديروا حريره مغربيه، وهاد الحريره المغربيه اللي غادي ندير بالنسبه للمبتدئات اللي عاد غادي يبداو في التخموميكس. يعني انا حاطه في القناه عندي طمال ديال طريقه الحريره، ولكن هذه غادي نمشي معكم بكل بساطه. ها انتما كما كتشوفوا عندنا هنايا الحمص اللي غادي نحتاجو يكون مرطب، ها هو كيكون ليله كامله. عندي هنايا تقريبا 200 غرام ديال الحيمات مقطعين، هادشي اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه. هنا العدس عندي غير نص شويه ديال العدس، وعندي هنا بالنسبه للعطريه السمن سكين الخرقوم بلدي، هذا سكنجبير اللي بزاف، وغادي نحتاج واحد الحك صغير ديال مطيشه الحك اللي غادي نحتاجوها في التدويره مع الدقيق، كنحتاجو الدقيق، وهذا كل الماء اللي غادي نحتاجو في التدويره، مع شويه ديال المعدنوس اللي غادي نبلل به هاد التدويره والسمن. وهنا عندي بصله، نص بصله، وهنا قزبور والمعدنوس والكرافس، وهنايا ثلاثه ديال المطيشات. المطيشات تقدروا تنقيوها، تقدروا تخليوها بالشلوف ديالها، لان غادي نطحنوها ما غادي يبان والو. دابا على بركه الله اول حاجه باش غادي نبداو غنبداو بالتدويره. دابا غادي نمشي ليكرو ديال التيرمونيكس. هنا هاد لي فونكسيون اللي عندي غادي نبدا ندير بالانس. غادي اول حاجه غادي نعبر الدقيق، غادي ندير 30 غرام، وانتم على حسب الحيره واش بغيتوها قاصحه ولا خفيفه. غندير غير 30 غرام حيت مع مطيشه حتى هي كتزيد كتثقلها. غادي ندير على حسب هادو شي جوج معالق تقريبا كبار ديال مطيشه ديال الحك. هادي مطيشه الحك صغيره، يعني اللي عندو كبيره غادي يعبر جوج معالق. غادي ندير الطاق، وغندير 300 غرام من الماء. هنا عندي ازيرو، دائما انتبه يكون ازيرو. ندير 3 شي مشكل في السمنة. غادي ندير شوية ديال المعدنوس ولا قزبور كرافس، يعني باش كتبقى البنة. وغادي نزيد واحد السمن، اللي كيبغي السمن ديك البنة السمن كتبقى في الاخر، واللي ما كيبغيهاش تجي مجهدة يديرها في الاول طيب. هنا غادي نسد الكوفركل على هاد الطريقة هادي، غادي نحط الكوفركل ديالي حتى كنسمع ديك الطاق، وغادي نحيل بالونس، وغادي نجي هنا لهاد لي 3 السارك اللي عندي. غادي نمشي نسيليكسيوني لو طون، غادي ندير 5 سكوند، وغادي ندير فيتاس 10. وغادي نحطها في لو بول اللي كان هنا فيه. دابا غادي نحيد اون غازاف، كنحيدو الحريرة تدويرة، غنخليوها هنا اون غازاف حتى كطيب ليا الحريرة، عاد كنخويها. ماشي مشكل، لو بول غادي بلا ما نغسلو، غادي نرد لو بول على هاد الطريقة هادي. وغادي ندير البصلة، غادي نحطها، غندير 3 سكوند فيتاس 7. غادي نسكت بهاد الطريقة هادي، أولا كنقيسو فيها باش كيتحل ليا الكوفركل. كيما كتشوفو هيا البصلة طحنات. دابا غادي نضيف مطيشة على هاد الطريقة هادي، ونضيف حتى ربع ماشي في مرة. غادي ندير 5 سكوند فيتاس
الشحن. هاد الشقه ديالي غادي نهبطو هذاك التاي غادي نهبطو كلشي جوالي بحال نتوما شفتو على هاد هادي. دابا غادي نديرو نضيف العدس العدس وندير الحيمه ونضيف الحمص وغادي نضيفو العطرية مزيان قادي من البصل ونتوما العطرية على حسب الذوق يعني ندير سكينجبير شي القرف كتبغى القرفة صافي وغادي نجي هنا ندير بالونس كنجي هنا ندير بالونس وغادي نعبر الما غندير 1000 غرام ديال الما وغادي نحيد الميزان وغادي ندير اونتي بروجيكسيون كنديرو على حساب الحريره باش ما تفاتش. غادي نجي هنا نسيليكسيوني لو طون. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال القرفه الا نسيتو شي حاجه زيدوها من هنايا صافي ندير غير شويه القرفه غادي ندير 30 مينوت 30 دقيقه فاش غطيب ليا الحريره يعني على حسب الحمص الا كان عندي طيب ونجي هنا هي البوطه اللي كنقول دائما يعني الدوغري غادي ندير فاروما وهنايا ما ننساش هذا الموس اللي غادي نكليكي عليه باش يعطيني الصوص انفيرس وغندير كويير كنسيليكتور كندوزو غير بشويه صافي. دابا من هنا 30 دقيقه عاد غادي نضيفو تدويره ونعطيوها ثاني ربع ساعه ما بين كيطيب الطحين والشعريه تاعي غادي بغيتو تدوروها بالشعريه اولا دوروها بالحرز الرز. انا هاد الشعريه هذه اللي غادي ندير مع تدوير هنا 30 دقيقه انا معاكم هي داس ديال الوقت اللي عطينا للحريره غادي نشوفوا الحريره فين ولات واش الحمص طاب تقدري تقربي جيت الحريره حمص مازال خاصو شويه يلا طيب. دابا غادي نضيفو دابا غادي نضيف تدويره وغادي نضيفو الشعريه نديرو كوباركل وغادي نجي هنا للطون غندير 15 مينوت باش يطيب ليا داك الدقيق مزيان وتكمل الطياب ديال الحرير 15 دقيقه فاغوما راه الي اون فاغوما شتي باش تردو البال انا ملي كيسكت راه كيرجع الموس خصنا نقلبو هاد الموس هذا دائما ما نساوش نديرو كويير. دابا من هنا 15 دقيقه صافي الحريره ديالنا غتكون وجدات كلشي هيا حنا دابا غادي تشوفوا معنا الحريره اللي وجدات ها هي. دابا غادي نخويوها الحريره الريحه زعما عاطيه كي كسارة حنا غادي نخويو الحريره هنا داك الله الصحه حنا طيبينه ديرها في ظل المعلقه باش ما تمشيش الدار هادشي يا سلام الحمص
حنا غادي نعطيكم باش تذوقوا. حريره واش محريره شكون يشكر راسو دابا من غادي نعطيو الضوء الحاجه دابا الحاجه هي غادي اه هي اللي غتذوق يلا بالصحه والراحه وهذه هي الحريره كما كتشوفوا هذه هي ديال تيرموميكس كما شفتوا راها سهله يعني بالنسبه للمبتدئات يعني ما تقوليش بان راه ما نقدرش ندير الحريره في تيرموميكس راه كتجي جديده وهي السيده غادي تعطينا هي اللي غادي تعطينا البنه ديالها كيفاش جات كيفاش جاتك الحريره مدام سعيده يا هذيك يا هذيك الله يعطيك الصحه ما عنديش عندهم شي ملاحظه بالصحه والراحه شنو تقول لنا على تيرموميكس واش نقول لك في الحقيقه انا ندمت لي ما خديتوش في الاول شحال هادي يعني كنت كنتردد ولكن فعلا يستحق يستحق يعني شتي راه الدجاج درناه طاب ما شاء الله الخبز حتى هو راه شتي كيجا دابا الحريره انا صورت لكم الحريره لان الاغلبيه باغيين يشوفوا الحريره في تيرموميكس اما الوصفات الاخرى راني حاطه عليكم في هذا ما كندخلش عليكم حتى بحاجه واي حاجه خصاتكم انا معكم فروم دالي بغيتو انا غادي نديرها ان شاء الله راه موجوده واحد لاليست طويله ان شاء الله ما شاء الله كما شفتوا هذه هي الحريره اللي درت فيها لا ديمونستراسيون عند ما كليونت مدام سعيده اللي كنشكرها وكنقول لها شكرا بزاف بزاف على حسن الضيافه وعلى حسن الاستقبال وان شاء الله في حلقات جداد اللي غادي نديرو وصفات جداد في هذا الشهر المقبل ديال رمضان اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ولينا وشكرا على المشاهده.